مهازل الانقلاب. وزير التموين بيفكر يلغي دعم السلع ويستبدلها ب30 جنيه للأسرة، يا بلاش. أما وزيرة البيئة بتقول قدامنا 10 سنين على ما نحل مشكلة القمامة، وفروا لنا صناديق يا جماعة. أما وزير الكهرباء بيقول إن المشكلة في الشعب عشان ما عندوش ترشيد استهلاك. هو أنتوا خليتوا شعب أصلا؟ مسؤول السوق المركزي في العبور بيعترف إن الأسعار زادت 100%. أما وزير البترول بيقول مفيش مشكلة سولار. إزاي؟ وزير الداخلية بيبني سجون جديدة، طبعا هيعملها مضيفة أكيد، ومصاحب نخنوخ وبيرسله. أما بقى الحاجة وزيرة الإعلام، ولأول مرة في تاريخ الإعلاميين في مصر تطلع علينا مذيع ببيجامة. وزير المالية بيقولك إن الحد الأقصى للأجور هيزود البطالة. أما بقى شيخنا الجليل وزير الأوقاف شال أكتر من 55,000 إمام وخطيب، وقفل 500 مسجد، ومنع صلاة الجمعة في الزوايا. يعني من الآخر كل واحد يعمل صلاة الجمعة جماعة في بيته. وزير الخارجية بيشحت عشان يخلي الدول تعترف بأن الانقلاب ده ثورة شعبية ومش عارف. وأي دولة بتقول إنه انقلاب بيطلع يتخانق معاهم، شغل بلطجة. أما وزير الدفاع عايش في دور القذافي وفاكر نفسه وزير دفاع الكيان الصهيوني. أما الببلاوي بيه صرح إن فض ربعة كان فوق التوقعات، وعدد القتلى يزيد عن 1,000، وإن التضخم بيعلى والاقتصاد في مأزق. ياريت بعد ما تقرأ الكلام ده ارجع بذاكرتك لحكومة هشام قنديل دلوقتي تعرف تقارن.